انضموا معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي أحمد العجلان. أحمد مساء الخير وحياك الله معنا. برأيك هل تصاريح بعض المدربين أو بعض الإداريين الإيجابية الزائدة هل تؤثر سلبا على اللاعب على أرضية الملعب؟ أنا أعني ما ذكره السيد غارديم عندما قال أن الهلال هو الأفضل في القارة، ربما مثل هذا الحديث يجعل اللاعبين يدخلون بثقة زائدة مما يؤثر سلبا عليهم. مساك الله بالخير مستر، هلا مساء النور لك وكافة المشاهدين الكرام. بالتأكيد من حق السيد غارديم أن يتحدث بهذه الطريقة على اعتبار أنه بالفعل هو مدرب لبطل آسيا، بطل قارة آسيا، مع العلم أن المدرب أيضا لم يغفل قوة الخصم، تحدث عن الخصم اللي هو فريق الجزيرة الإماراتي وأشاد بإمكانياته الفنية، وأيضا ذكر بأنه يجب على الهلال أن يركز فقط على هذه المواجهة، لا مجال للحديث عن مواجهة أخرى بعد لقاء الجزيرة. ذكر بأنه لابد أن يتخطى هذه المباراة ومن ثم يبدأ التفكير في الخطوة التالية. كذلك يعني نفس الكلام قاله سالم النجم سالم الدوسري في المؤتمر الصحفي، أنه يجب على الفريق أن يتخطى المواجهة الأولى قبل أن يفكر في المواجهة التالية. وهذا عموما يعني الهلال يعني لديه حيلعب مباراة أخرى سواء فاز أو خسر لا قدر الله، لأنه إذا خسر حيلعب الخامس والسادس، إذا فاز يتأهل إلى الدور نصف النهائي ويواجه فريق تشيلسي الإنجليزي. نعم أحمد، بوجه نظرك ما الذي سيجعل الهلال يستطيع أن يتخطى الجزيرة الإماراتية ويحصد الثلاث نقاط؟ هو طبعا مش ثلاث نقاط، هي مباراة خروج مغلوبة، وبالتالي الوصول إلى الدور نصف النهائي الهلال يحتاج فقط إلى التركيز. يعني أكون معك صادق أخوي مسفر، احنا كمتابعين رياضيين لكرة القدم السعودية لا نخاف على الهلال الا من الهلال نفسه، باعتبار ان الهلال لديه الامكانيات، لكن نخشى ان لا يظهر بامكانياته هذه. ما الذي يمنعه احمد؟ ما الذي يمنعه احمد من الظهور يعني بامكانياته؟ يعني اللي يمنعه، احنا شفنا الهلال بعد نهائي دوري ابطال اسيا امام بوهانج وفاز في تلك المواجهة بهدفين دون رد. بعدها الهلال صار عنده دروب ومشاكل فنية، يعني لا أحد يعرف السبب، ما حد قادر يحط يده على الجرح بشكل مباشر. هناك ناس يقولون في تشبع، في ناس يقولون في اللاعبين ما هم في مستوياتهم، وآخرين يرمون الحمل على المدرب. كل التوفيق. نعم أحمد، إن شاء الله يعني كأس العالم تكون يعني مجرد التظاهر الكبير هذه تكون حافز كبير للاعبين ان شاء الله ان يظهرون ما لديهم من امكانيات. كل التوفيق لنادي الهلال، نتمنى باذن الله ان يقدم مستويات مميزه ويستطيع ان يتخطى نادي الجزيره الاماراتي. احمد العجلان الكاتب الصحفي كنت معنا، شكرا جزيلا لك.